سلام كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى هذا الفيديو هذا ان شاء الله يلقاكم تمام الصحه والعافيه والامور ديالكم كلها مزيانه يا ربي. المهم البنات، بغيت نشكركم على التعاليق ديالكم في الفيديو اللي فات. شكرا لكم بزاف 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 بزاف، واخا نشكركم حتى نعيا ما غاديش نعبر لكم على الفرحه ديالي من كنقرا التعاليق ديالكم ديال الفيديو اللي فات. الله يخطيكم، شكرا على اللايكات ديالكم، على التفاعل ديالكم، ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. المهم البنات، كما كتشوفوا الروتين ديال كيف العاده، المواعن صراحه المواعن ما كيتسالاوش، ما كي واخا الماكينه خدامه وانا خدامه، ومع ذلك ما كتساليش الروينه ديال المواعن. سورتو عندي شخوان صراحه مروين، الا ناض كيدير شي حاجه كيجبد الكوزينه كامله. المهم كما شفتو غسلت المواعن، درتهم في لاماشين وجبتها كالقطبان، حيت اليوم ان شاء الله هو اللي غنديرو الشوا، وقلت هكا نغسلهم كاملين، جبتهم كاملين وصافي. اليوم يا البنات فقنا على واحد الفاجعه في الجردة، ماتوا قنيات، وش نقول لكم صراحه ولفناهم، وصراحه ما عمرني ما ربيت شي حيوان، وهاد قنيات هادو صراحه دوزو معنا دابا تقريبا ما كاملاش الشهر ولفتهم، وكنت كنشوفها كفيديوهات ديال الناس كيبكيو على الحيوانات ديالهم، كتجيني بيزار، كتجيني كنقول كيفاش كيبكيو صراحه. فاش لقيناهم ميتين عرفتو هبط ليا المورال وديموغاليزيت خلاص، من قلنا على رازين دارت لينا جنازه في الدار. المهم صراحه ما عرفناش علاش، شنو السبب علاش ماتوا، الله اعلم. مهلين فيهم، كعطاهم ياكلو كنخرجوهم يتساروا في الجرده، ومع ذلك ماتوا، ما عرفناش شنو السبب. وكما قلت لكم رازين ما سكتاش من البكا، حيت دياولها وتا هي ولفاتهم، راكم عارفين الدراري الصغار كيفاش كتكون العلاقه ديالهم مع الحيوانات، ما قدرت الصبر. وباش يرضيها باها مشى لواحد البلاصه باش يشري ليها قنيات، وغادي يجيبهم ان شاء الله اليوم. وصراحه انا ما بغيتش، انا ماشي ما بغيتهمش، ولكن ما بغيتش عاوتاني نولف شي وحدين اخرين ويمشيو يموتوا عاوتاني، ولكن ما كاينش الحل. رازين درت لينا شوها في الجرده، ندير واحد الكيكه بالزربه صراحه تهيتها، وبناتي حتى هما عزيز عليهم ياكلوا الكيكه. المهم شحال هذه ما درتهاش، يلا لقيتوني دابا حطيت المقادير هنايا، جبت البيض قبيله من الثلاجه، غادي ندير هنايا 4 ديال البيضات. علاش درت 4 البنات؟ حيت البيض عندي شويه صغير، الا كانوا كبار كندير هكا 3. المهم غنديرهم في هذا البول هذا، غنزيد عليهم كاس ديال السنيده، غنزيد عليهم السكر ديال الفاني، نطبق كلشي مزيان واحد 3 ديال الدقائق ونرجع معاكم. غادي نزيد واحد الدانون، هنايا غادي نزيد كاس خلربع ديال الزيت، وغنعاود نطبع عاوتاني. هنايا غادي نزيد شويه ديال الخل، و غنزيد شويه ديال النكهه ديال الفاني غير نقيطه. و غادي ندير ساشيه ونص ديال الخميره، حيتاش عندي كل وحده فيها 10 غرام، غادي ندير ساشيه ونص.
المهم البنات العبار ديال الطحين راه عيني ميزاني، انا تنعرف الكيكه المهم فاش كتولي ما كتبقاش جاريه وما كتوليش قاصحه بزاف صافي كنحبس. كنت كندير العبار ولكن كل طحين وكيفاش كيجيب لهذا. صراحه العبار ما كيصدقش في الطحين لحقاش كل طحين والعبار ديالو. وهنايا من بعد ما دهنت الموليه اللي بشويه ديال الزبده والطحين درت الكيكه ديالي، درت شويه زينتها بشويه ديال الكركاع ودخلتها الفران ما سخنتوش من قبل حتى دخلتها عاد شعلته على درجه الحراره 160 المده ديال 45 دقيقه بالضبط. البنات كانت واجده الكيكه ديالي وجدات ها نتوما. قلب هذا في الطبسيل نقولوا بسم الله. بسم الله المول صراحة ما مازال ما بردش 100% ولكن غنهزو. هانتوما يا اختي المهم راه قلبتها وعاود تقلبتها لحقاش هاد المول هذا عنده جوج وجوه، بغيتي تحطي على داك الوجه اللي تحت بغيتي تحطي على هاد الوجه هذا. المهم شوفوا كي جات بعد المنظر يا سلام. ايوا نقطعها دابا نقطعها دابا هانتوما البنات شوفوا كي دايره شيشه. ايوا يا اختي ندوخو الرحمه في الله والرجاء في الله. واو كتحمقني ناكل الكيكه هكا دافيه تكون مازال ما برداتش 100%. هنكمل المورسو ديالي ونعاود نرجع معاكم. شوفوا هاد القنيه هادي قال لك لالا قال لك هذا هاد القنيه هادي في انجليش رابط فرحاني البنات بجوج رازين فرحانه ها شو راسيل زوين كيحمقو كيحمقو شخوان وان باي وان كوز ذي ار بيج هادو هادو كبارين على هادوك اللي كانوا عندنا رازيل كتخاف وي الكبار انت تبارك الله صار they are so big don't try to let them here walk in the sitting room عراسي اش اخوان they will scratch her be careful لا لا they are so big this one it's scary boring they are not scary they are very friendly خلاصي قالك خافت You don't like them? I don't like big rabbits. That's not rabbit, they will die. You won't die? They will have babies soon. Big baby. They will get pregnant. But how many days they're gonna have baby? 1 month. 1 month they maybe have 4 babies, 5 babies. Maybe 6 Look, babies. Look, back. Day.
birthday. What? That's a name. This one, one is boy's name Buck. And no, you no, can cutie change cutie and cutie and I want to call unicorn. Them, I want to call them cutie and unicorn again. Unicorn, which one are you recording? The other one. ايوا ها انتم البنات شوفوا معايا. قال لك شخوان مشى شرا لهم قال لك التبصيل ديال الماكله وديال الماء. شوفوا قال لك شرا لهم الماكله ديالهم حتى هي. زعما صافي حنايا ولينا دابا نصرفوا ولينا دابا عندي دابا بلاتي بلاتي شوفوا معايا دادي اي وان تو د بول ان اس هيفي راجين نو اتس نوت I put all them here. Mm-hmm. And I'm going to put them in the middle. Cousine Eddie. I'm going to be here. Saf. Zian. Yalla, I'm going to put them in the middle. I'm going to put هذه الورقه باش شراهم كنت رميتها وجبتها باش نوريكم. ها الثمن 42 باوند وها السميات ديالهم والنوع ديالهم. قالك بلو انجليش وقالك راه تزادوا في 2023 مزودين في هذا العام هذا. ايوا اختي شنقول لكم قالك لالا هادو شراهم من المزاد في هاد البلاصه كيبيعوا فيها هادشي ديال القنيات والحمام والبيت البلدي والدجاج البلدي هادشي هادشي كامل فيرما. كيما قلت لكم البنات هاد البلاصه هادي خاصه كيديروا فيها داكشي ديال كيبقاو يتزايدوا على الحاجه. هادو وصلوا لهاد الثمن هذا هو اللي عطى اغلى ثمن باش شراهم. وكنت بصيتو على البيت البلدي قلت ليه حتى لقيتي البيت البلدي جيبو وفجرت كي علاش ما جيتيش. قال لي وصلوا 6 البيضات ب 10 باوند يعني بحال تقولوا 6 البيضات ب 120 درهم غلاو بزاف. زعما بنادم عطى الثمن غالي وصافي حيت هنا كاين بيض البلدي في السوبر مارشي ولكن ما وصلش لهذا الثمن هذا. صافي جاه غالي ما جابوش يلا جاب هذه دابا. ايوا اختي خصنا عاوتاني نبقاو كل نهار خرجهم كنخرجوهم يتساروا في الجرده نعاود عاوتاني ندخلوهم في الليل ماكله الماء بحال حاضيه الدري صغير قسما بالله. ولكن انا صراحه ما مهنيني منهم شخوان اغلبيه الوقت هو اللي كيتهلا فيهم. انا صعب بارك عليا انا غير الدار وبنتي وهذا لا ما كانش هو ولا تعطل ولا شي حاجه وبقاو في الزنقه. الصغار كنت كنحقر عليهم كنت كنشدهم وندخلهم وهذا زعما قاد عليهم. هادو صراحه ما نقدرش هادو ما نقدرش لقيتهم. انا كنقول رازين علاش كتخاف وانا خوف اكثر منا صراحه حيت كنخافهم يخمشوني عندهم هذا الطفار مخاش. وهنا كبدات ما بغيتش نطول عليكم فيديو النهار ديالي كان مازال طويل. المهم كما قلت لكم دايرين هنايا بروغرام ديال الشوا. شديت القلب والكلاوي والكبده قطعتهم درتهم في هذا القطبان هادو شويناهم درت زدنا عليهم غير شلاضه وشويه ديال الرز والله يجعل البركه. صراحه انا كيعجبني الاكثريه كيعجبني الدخلاني ديال الحولي ما كيعجبنيش هكا اللحم يكون قطع طريفات ونشويوه كيعجبني داكشي الدخلاني. وصافي هادشي اللي كاين البنات هكا كانت الغديوه ديالنا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. ما تنساونيش من اللايكات والتعاليق ديالكم الزوينه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. تهلاو ليا فراسكم. بالسلامه عليكم.